وجان حسين قال لي انا بعد ما صور وياك وابد بعد ما صور واعتزلت عن التصوير، يعني قرار نهائي. وحسين صار قدام الكاميرا راح يقول لكم انه هو بعد ما صور. عمي جيت وياه قلت له مونتاج تعبك انا منتج، اجيب لي واحد يمنتج انت بس صور. اذا تعبت تقول لا انت تقدر تزايد يعني وش اللي جاوب ليش باوع اللي يقول لي اخوك مرتضى ها وحق ربك اشد حقي. هذا الفيديو اذا النشر بالحسين كسر الكسر وحق هذا اول فوق كسر. السلام عليكم شباب، شو اخباركم؟ اموركم ان شاء الله مرتاحين؟ طبعا ادروني اليوم ضايجين كلش وممشطين. هسه ادري ما شنو الفيديو جبتني وخليتني اسوي هوسه وركضوا وركضوا لا شو سولت بوس فلاد كامر شنو سولت. طبعا الفيديو عباره عن فيديو طارئ لانه انا البارح من نايم لا انا ولا حسين، لانه حسين اتخذ قرار. احنا كالعاده من نصور فيديو يعني الفكره نكتبها وندرسها حتى نصورها، بس البارحه حسين فجاه اتخذ قرار والقرار طبعا كلش راح يضوجكم ويضوجنا. شلون اتخذ قرار؟ اصبر له حسين. ففجأة جان حسين وقال لي هذا القرار، يلا من غيرك؟ حاولت اسولف وياه، حاولت اضغط عليه انه اغير قراره اللي اتخذه بس ما اعرف قفا، دزيت عليه ابوي، دزيت عليه والدتي، دزيت عليه اخواني، بس هو بعد هذا الشيء راده ما اعرف يعني شنو الغيره ما اعرف. انه قاعدين فجأة بالليل طبعا وجان حسين قال لي انا بعد ما صور وياك وابد بعد ما صور واعتزلت عن التصوير، يعني قرار نهائي. وحسين صار قدام الكاميرا راح يقول لكم انه هو بعد ما يصور وبعد ابد ما يصور نهائيا، والقناه راح اغيرها من مرتضى وحسين الى مرتضى رزاق، والتيك توك راح اغير الصوره، وطبعا بس انا راح اصور. هسه انت سولف لي، انت هسه طلعت من باب الكاميرا حد ما انا مسولف لك ها؟ شنو حسين ساعه سولفت عليه؟ بس انت من الاخير لا لا من الاخير لا عباس لا لا سولف سولف انا بس اول شيء عندي دراسه الكتب كانت هنا بس اسمعني الكتب كانت هنا ذبيتها وتصور بساحه دقيقه حتى لو نص دقيقه اصوره بابا. اذا مقلب او هيك فكره ببالك انه مقلب تكذب علي وتمقلبني مو لا 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 من الاخير والله العظيم سولف لان عندي دراسه بلا ما عندي وقت عندي اي هاي السوالف تحكي ما بعد انا نصور انا ما عندي اشكال انت تبارك علي ما وعدت اخوي الصغير عاد تلقاك مله تلقاك اخذ اليوتيوب ما اريده التيك توك ما اريده الانستغرام حسابك ما اريده كنت لك ما انا ما تم اسوي بس زحمه قبال الكاميرا احنا اخوان تطلع بهيك وهيك موضوع يعني شو يقولون هسه هذول؟ هسه علي وعليك لا عليك لا من اجراك يا شو كم حاجه اول شيء تمشي ايدك هسه قاعد يصيح لك ابوي وابوي قدام شو شو طلع بالكاميرا ما طلع منا واحد شيء اذا تريد ما صدقني شو مثلا شنو مو بعيد من حكي لو انت مثل مرتوى حسين هذا ما هذا الله هو قدامكم انت تريد شو سمعتي زحمه انا اخوك اكبر من يمك هاي انا هسه تريد غير ترى صار من يمك غير قول والله مو مقلب شنو شنو هو غير تصور غير تصور غير تصور غير تجيبني قلت لي شو قايل لك انا يا مقلب عم حسين عم حسن تعال الله بخير تعال عم هذا من عمه تعال قدام تعال تعال انت لا حاجاني ما لا تعال بعد ما صور اي من ساعه حاجي شو كنت حاجي ممكن ساعه حاجي امبارح من يوم تلوتي يوم شو ممكن ساعه غير انه هذا قرار مو زين يفيدك من الاخير انت لاقي لك شله انا ادري بك انت شنو دامك لا لا حسين حسين انت تعب فيها لاقي لك شله بالجامعه لا لقيت لك شله بالجامعه اللي صار الله احنا بعد وعد وياك عم اروح للجامعه ما اصور اروح ادرس بس هو يعني مرتضى ما مقصر وياك ايش المفروض انا ادري ايش مسوي ايش المفروض هو شنو هو انا لما تجان اللي اسوي شو يسوي؟ اي بس هو ما قال ما انا عمي جيت وياه قلت له مونتاج تعبك انا منتج اجيب لي واحد يمنتج انت بس صور عمو مالك اذا تعبت تقول لا هو تعب من الاخير لا هاي زحمه ما ينشر هذا ما ينشر زحمه شنو بالعالم لا ينشر ليش هذا الواقع هذا وليش متابعين متابعين يحبونك الله انت هاي الشيء انت اختاريته الله يوفق عليك حسن الله طبعا هنا ينتهي الفيديو وحسين بعد ما يصور وياي بس انا اصور واحد شو كنتم حاجك عمي ولا تنسون عمي صدقون انتم تصدقون حسن زحمه عيب عليك انت شنو انت متفق وياه؟ لا مو متفق وياه شو هذا؟ يا اخي وين انت؟ ليش انت؟ انا جيت حاجك ايش تسوي؟ متفقين احنا؟ لا
ابد من التفضيل بس باو مرتبط من الاخير هاي صوت زحمه تنشر بعض المتابعين باو تسوق تعال باي 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 بس باو باو علي حسن باو مرتبط من الاخير انت تريد اعلانك باي العنف الثاني ما عندك اشكال انت اذا باو اذا هاي النشر هذا الفيديو بعد لا اعرفك ولا تعرف لا انت رد زايش يعني وش اللي جاب النشر باو اللي يقول لي اخوك مرتبط ها وحق ربك اشد حقي انت ايش تريد ايش تريد ايش تريد هذا ما ينش ثاني يجي كل شيء غير اسم القناة انت مو بعد اللي انت مو بعد قلنا يعطونا اجور المقاطع هاي ناشره يا اجور انت مو بعد ايش نستلم احنا حتى اجور شي اجور ايش لا هذا دور الماديات انت بعد مو دورت ويانا انت بعد مو دورت ويانا مو اخو اكو نوعية تفو انت واخر الاب ما اعرف ما اعرف الواحد كان طالب مني زحمه بس انت بعد القران الله بخير من الاخير بس لو باكر ما عندي امتحان ما اخذ ما قليل بسوي ما اخذ براحتك من الاخير مرتضى من الاخير هذا الفيديو اذا النشر بالحسين كسر كسر حق هذا اول كسر لا دوام بعد بعد قناه حسان منين راح اغيرها واعطيك اياها الباسورد اغيره ما لا ادري بك انت عمي انت من الاخير انت همينه انت تلاقي لكم ديره والله انت انسدت الكاميرا موبايل وقع الكاميرا اعتقد انكسرت طبعا حسوني اخوي تصورتي كان هيك اسوي طبعا كنت جايب مقلب والله الله العظيم مقلب والله بوزتها يعني بوزتها بس اخر فتره اسوي مقالب انت يعني زعقوط حتى انت متفق وياه طوجه 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 طبعا بعد ما راح اصالح هذه بعدين اصالحه اوكي لا تنسون لايك وسبسكرايب باي 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 باي.